خير للجميع. اولا شكرا للسيد منسق الآلية الوطنية لتظلم الأطفال ضحايا الانتهاكات لحقوق الإنسان، السيدتين الآلية الوطنية، السيدتين رئيستي مجلس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء والرباط، السادة رؤساء اللجنة الدائمة بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، شركاؤنا السيدة أستاذة مياي بوتسوس، أستاذة الخميشي، السادة أمينة خالد، إلى كذلك الجمعيات الغير الحكومية المشاركة معنا هي. طبعا الحال أجدد ترحيب بكم في هذا الصباح بمقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان. شكرا أولا لتفاعلكم واختصامكم معنا، عدد من الجمعيات الغير الحكومية الحاضرة اليوم ومنها من لم تحضر هذا الصباح تقاسمت معنا عدد من المعطيات ومواقف منذ أن الخلوص جاءت فوق السطح، هذا طفت فوق السطح ديال الإعلام العمومي هذه القضية ديال الطفلة ذات 11 سنة من تيفاز. فشكرا لكم لهذه الثقة بمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وشكرا لاقتصامكم معارفكم معطياتكم ومواقفكم وتنبيهكم لنا في عدد من القنوات. طبعا الحال نعقد هذا اللقاء أسابيع قليلة فقط بعد أن نشرنا تقريرا حول تشجيع التبليغ لمناهضة الإفلات من العقاد خلال الأسابيع الماضية، في خاصة في شهر مارس المقبل، حيث استنتجنا آنذاك من تحليلنا ل 187 حكما قضائيا أن العدالة نادرا ما تتحقق في قضايا العنف ضد النساء والفتيات بشكل عام، بسبب إما تكييف الوقائع، استحضار التخفيف ديال الظروف أو لاستحضار الظروف المخففة لهذه الجرائم والوقائع، أو للتخلي عن الشكاوي من طرف الضحايا. طبيعة الحال حالة الطفلة التي تؤكد هذه الاستنتاجات التي تقدمنا بها منذ أسابيع. طبعا الحال كان الهدف أو هناك من الأهداف لهذا التقرير آنذاك في مارس هو إثارة هذا النقاش العمومي في هذه الحالات. وبطبيعة الحال نحن أخذنا هذه الحالة كنموذجا لمتابعة ترافعنا. أولا هذه الحالة، ونعتمد اليوم في ترافعنا على حالات دقيقة جدا لرفع الالتباسات التي أحيانا السياسية الثقافية الاجتماعية التي تكون تحول حول الحالات ديال الانتهاكات، ويتم تصريفها وتصنيفها سياسيا إيديولوجيا لا تجعلنا نتخطى الخطوات كما قلت كما جاء في كلمة منسق الآلية ديال أننا نرفع الالتباسات ونقطع مع الارتباك والتردد لنحمي هؤلاء الأطفال والنساء من الابتزاز الجنسي، من العنف الجنسي ومن التحرش. أود أن أقتسم معكم اليوم في هذا الصباح. كان رد فعلي الأول حول هذه الحالة مشوبا بالغضب الكبير، لكن أيضا خوف من ترسيخ الطبيعة الإجرامية الغير المقبولة لأشكال العنف في أذهان الناس، أذهان المجتمع. بطبيعة الحال اليوم أنا مسرورة لأن هذا الخوف يتبدد يوما عن يوم، لأننا سجلنا جميعا عدم قبول المجتمع لما جرى وأهمية المواقف التي تم التعبير عنها من طرف مختلف الفاعلين. ولم أتفاجأ وأنا فاعلة مصاري بالمجتمع المدني، لم أتفاعل ولم أتفاجأ من تعبئة المجتمع المدني حول هذه القضية، وكذلك متابعته الدقيقة حتى لحيثيات الملف القناعي. إننا بالمجلس نعقد هذا اللقاء التفاعلي، اخترنا أن يكون اليوم مع الجمعيات الغير الحكومية فقط والباحثين في المجال، لأن حالة العنف الجنسي للطفلة بتفلت جعلتنا نواجه وبشكل علني وواضح ثلاثة ضحايا، على المجتمع أن يركز بخصوصها. الضحية الأول هي الطفلة، كيفما كانت الظروف لهذه
الوقائع. فقد تعرضت الطفلة لظلم وعدم انتصار لطفولتها. فالاعتداء الجنسي جريمة شنعاء، والحكم الابتدائي لم يحمي سلامتها الجسدية ولا النفسية ولا الاجتماعية. تالي الضحايا الطفل المولود من هذا العنف الجنسي، فهو لحد اليوم طفل غير شرعي، سيبقى مسجلا بالفعل المجهول لمدة حياته، رغم أن اختبار الحمض النووي الذي قامت به المحكمة الابتدائية ثبت بأنه هو من أبوة المعتدي على الطفل. ثالثا، المجتمع ونحن جزء منه، جزء وجدنا أنفسنا نقاوم التطبيع الذي يراد أن يفرض علينا مع العنف والخوف. المجتمع من تقليص الطابع الإجرامي لجميع أشكال العنف، القلق ألا تستجيب المعايير والقواعد القانونية كوسيلة حضارية لفرض توازن وإنصاف داخل مجتمع لا بد أن يحمي نساء فتيانه وفتياته من الانتهاكات الجسيمة. ذكر سيد المنسق الآلية الوطنية في تساؤلي الذي كنت قد نشرته في مقال بعد الاعتداء الشنيع الذي تعرض له الطفل عدنان الله يرحمه، حول فلسفة العقاب وحول الحماية باعتبارها مسؤولية مشتركة. منذ تلك الفترة تابعنا حالات لاعتداءات جنسية وعنف جنسي، حالات تم نشرها بالصحافة وحالات لم يتم نشرها بالصحافة، وربما أن هذه الحالة لم نكن نعرفها لو لم تتم كذلك أن هذه الطفلة لم تحمل من هذا العنف الجنسي. طبعا الحال حقيقة أن المقتضيات القانونية المتعلقة ما يسمى في القانون بالاختصار، نحن نريد أن يمتد إلى العنف الجنسي كما هو محدد في المعايير والاتفاقيات الدولية. هذه الحالات الكثيرة التي تابعناها بالنسبة لنا بالمجلس وبالنسبة لي أعتبرها شخوص مفاهيمية، ما نسميه بيرسوناج كونسيبتوال. إذا ما استعملت هذا المفهوم كما صاغه عدد من الباحثين في هذا المجال والأساتذة، ممكن أن يكونوا قد اكتشفوا خبايا هذه الطروحات أكثر مني. الإشكال الجوهري في نظرنا في هذا الجمع المبارك هو نجاعة والمساءلة عن نجاعة منظومتنا الحمائية، مستوى ملائمتها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان لحقوق الطفل. أتحدث هنا عن منظومة حماية كما يتم تعريفها دوليا وقوميا، التي تشمل القوانين السياسات العمومية والمؤسسات والموارد المحددة لها التي تعمل على وقاية الأطفال، حمايتهم من العنف والتصدي والتكفل بالأبعاد المتعددة لها. طبعا الحال ضمن هذه النظام الحمائي يكون القضاء مدخل أساسي فيه. سؤال يحتاج اليوم ليس فقط هذه لمساءلة المنظومة الحمائية، ليس فقط إلى جواب على مستوى الملائمة. هناك من أشار في هذه العبارة أنه نحن بحاجة إلى الملائمة، فعلا نحن بحاجة، لكن ليس فقط ملائمة القوانين فقط، بل الوقوف بشكل مستعجل على مواطن الخلل، فالأمر أضحى أكثر من مستعجل. يوم 21 يونيو المقبل سنحتفل بالمغرب بالمملكة المغربية بالذكرى 30 لمصادقة المملكة على اتفاقية حقوق الطفل. ندعو الحكومة ونرجو أن ينضم إلينا هذا الجمع اليوم إلى هذه الدعوة، أن يكون الاحتفال مقرونا بتعديلات مستعجلة لفعلية حقوق الأطفال في الحماية من العنف ومن الاعتداءات الجنسية وفق المادة 19 من اتفاقية حقوق الطفل، وبشكل خاص التنصيص على وملائمته مع المادة 34 من نفس الاتفاقية. أتمنى جميعا وأظن أنتم كذلك
أن يكون المشرع هذه المرة في الموعد، لأنه قد أضاع عدد من المواعيد لم يعمل على ملائمة هذه التشريعات. أن يكون في الموعد، يكون الرد حاسماً، وأن يخرج من التردد السياسي الذي يطبع قراراته في قضايا جوهرية وضاغطة كالتي نعيشها وعشناها مع الطفل ديتفيت اليوم. مع تواتر حالات العنف الجنسي، نجدد بالمجلس اقتراحنا بإصلاح النموذج الذي يحكم السياسة العقابية وإعادة تصنيف الاغتصاب والاعتداء إلى وفق المعايير الدولية على أنهما عنف جنسي، أي جريمة تهدف إلى المس والإضرار بالسلامة الجسدية للضحية، والتي يجب أن يعاقب عليه بشدة مهما كانت الظروف، وليس مجرد انتهاك لمنظومة الأسرة كما هو الحال اليوم في المنظومة الجنائية المعمول بها. أود صديقات والأصدقاء أن أقتسم معكم أنه منذ فبراير الماضي ينظم المجلس استشارات جهوية مع الأطفال من أجل إعداد تقريرهم المستقل الخاص للجنة الدولية لحقوق الطفل السنة المقبلة. طلبت من الفريق الذي ينسق هذه الاستشارات على المستوى المركزي أن يخصص ورشة خاصة حول العنف الجنسي. كنا نخصص 3 أوراش بما فيها الورشة للحماية، كان فصل من هذه الورشة للحماية هناك العنف الجنسي. اليوم هناك ورشة خاصة فقط بعد تواتر حالات سجلناها بالمجلس الوطني، ورشة ستمكننا فعلا من النهوض والتحسيس الأطفال بهذه المخاطر وكذلك كيف التعامل معها لمرافقة ومساعدة عدد من الإخصائيين النفسيين بشكل خاص. طبيعة الحال هذه الاستشارات ستمكننا من لا محالة من تطوير أولا توسيع عملنا الترافعي. لا أود كذلك أن أقتسم معكم أن وجدت خلال هذه اللقاءات مع الأطفال قدرة كثيرة لهؤلاء الأطفال من إثارة أسئلة ذات أبعاد دقيقة جدا تغيب عنا أحيانا نحن في مساءلتنا للمنظومة الحمائية لحقوق الأطفال. سجلت مثلا خلال الاستشارة ديال الأطفال في قلبي أسئلتهم وتساؤلتهم حول ماذا يقوم المجتمع لإلغاء زواج الطفلات، ماذا يقوم المجتمع والمشرع لحماية الأطفال من الاغتصاب، من التحرش، من العنف. هذه أسئلة كانت دقيقة جدا، لم نتمكن ولم أتمكن شخصيا من أن نقول بأن فعلا سيكون خلال 4 أشهر أو لسنة بأن المشرع سيقوم بإلغاء هذه، لم أتمكن من القول هذا. أتمنى أن نعود إلى الاستشارات المقبلة على أن يتقدم الأطفال خلال تقريرهم الذي سيقدمه للأمم المتحدة بأن المشرع قام بالمصادقة على إلغاء فصول تهم تزويج الطفلات وتهم حمايتهم والوقاية من الاعتداء الجنسي. أريد أن أختم مداخلتي هذه بتساؤل استقيته كذلك من خلال اللقاءات مع الأطفال من تتبعي لتفاعل المنظومة الحمائية مع إشكالية العنف الجنسي تجاههم. هل لدينا نفس المقاربة لمبدأ المصلحة الفضلى للأطفال باعتبار أن هذا المعيار الأساسي باتفاقية حقوق الطفل أساسي جدا في بلورة كل الاستراتيجية المكونة والموضوعة حول حماية الطفل؟ نحتاج اليوم في نظري إلى بلورة هذه المقاربة لإعمال المصلحة الفضلى للطفل، مقاربة لا أقول موحدة لكن على الأقل أن تكون الخطوة الأولى مقاربة مشتركة ما بين الفاعلين المؤسساتيين والغير المؤسساتيين، لأن هذه المقاربة هي الأساس خلال كل مسطرة أو إجراء إداري أو حكم قضائي خاص بالطفل وحماية حقوقه وفقا للمقتضيات المادة 3 من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
أظن كذلك أن مراجعة المعايير الاجتماعية الحمائية ضمن مسؤولية مشتركة كذلك بند لا بد أن نؤكد عليه وأن نعمل جميعا من أجله. أولا أن ترتكز هذه المعايير وهذه الحماية الاجتماعية على مبدأ المصلحة الفضلى للطفل، ونعرف أنه حتى اليوم مثلا لا تعمل أنظمة حماية الطفل الإقليمية في كل الجهات، والتي تشكل أحد الأهداف الخمسة الاستراتيجية للحكومة لسنة 2015-2025، بما في ذلك الاستراتيجية بما في هذه المرافق ونسميه الأنظمة الحمائية الإقليمية. هناك كذلك التعزيز الإطار القانوني لحماية الأطفال، وهذا موضوع أشرنا إليه في ملائمته، فعالية توحيد الهياكل والممارسات بخصوص تعزيز المعايير الاجتماعية لحماية الطفل وتنفيذ نظم المعلومات والرصد والتقييم. نرى بالمجلس كذلك أنه حان من نحن نعيش هذه الفرصة، حان الوقت أن نخطو خطوتين أساسيتين، الأولى للمصادقة على اتفاقية مجلس أوروبا، اتفاقية لانساروتي. هذه الاتفاقية عندها بالنسبة لنا أهمية خاصة جدا كإطار معياري، أولا لتكييف العنف الجنسي، ثانيا تقوم بترسيخ الحماية القانونية والتنصيص على الوقاية من العنف وتعزيز التعاون الدولي في الاعتداءات الجنسية على الأطفال التي لها طابع عبر وطني. طبعا الحال هناك كذلك فيما يخص المعايير الدولية استكمال المصادقة على البروتوكول الاختيار الثالث الملحق باتفاقية حقوق الطفل، والذي تسمح للأطفال بتقديم الشكايات الفردية للجنة الأممية بعد استنفاذ التظلمات والمصافر الوطنية. أجدد اليوم نداءنا لفاعل المؤسسات أن يخطو الخطوة الديمقراطية والحقوقية المنتظرة من المجتمع. المجتمع قال كلمته في رفضه للاعتداء الجنسي ضد الأطفال، قال كلمته في رفضه لتبريرات القانونية اللي هي كاينة، لكن هذه التبريرات لم تكن، هذه المقتضيات لم تبقى ولم تكن اليوم كافية لطمأنة المجتمع بأن نساءه أطفاله هم في عندهم الحماية، عندهم الأمن أينما كانوا وكيفما كانت الدول. شكرا لكم سيد الرئيس.